بصراحة مقاطعة اللي كان اللي داعي علم الوادري ديالنا الشباب في الحملة ديال الفيسبوك، عطات واحد الأكل ديالها، وعطات واحد انطباع شخصي عند بزاف ديال الناس، ولكن باقي خصنا بزاف ديال الحوايج يتبدلوا، وخصوصا هاد الشركة ديال سونترال يعني خاصها بزاف ديال الحاجات يتبدلوا فيها، يعني حتى الناس اللي خادمين معاهم ما مرتاحينش، ما عندهمش يعني بزاف ديال الفرص اللي غادي يخدموا بها مرتاحين مزيان. المهم حنا كنتمناو هاد المقاطعات اللي غادي يكونوا في الصالح ديالنا وفي الصالح ديال الحكومة ديالنا، وإن شاء الله يشوفونا بعين الرحمة وبعين الرأفة بالناس الدراويش والناس اللي عايشين معنا واللي كيعيشوا في ظروف مزرية، وهذا اللي كاين. رجعنا كنوضوا في الصباح كتفتح فيسبوك كتجبر يما الزوط والحليب، إيه هذا بزاف هادشي هذا. الظلم هذا سيدي عليها هي رجعت ب 4 دراهم وتالحليب يا واد ومازوط، أغلى دولة في العالم اللي عندها مازوط غالي هي المغرب. الله هذا منكر اللي عملوا الشعب حنا معاه. اش غنقول لك اخوتي، الله ما دام منكر كنشوفوا يد الدراهم، كوكا كانت بثلاثه زادوا لها 50، ردوها ثلاثه زادوها 50، كلشي كيتشكى. الله يا اخي، الحليب زدتو فيه، الزيت زدتو فيه، الطحين زدتو فيه، العواشر داخله من الدراويش، ما كتحسوش بالدراويش ما والو. الله يا اخوتي، شنو هي هادشي؟ خاصكم تناقصونا، وما حنا هما اللي كنحكموا، الشعب اللي كيحكم، فهمتي؟ اما المسؤولين الطحيني كيزيدوا الشيء، حنا اذا اتحدنا مع بعضنا اي حاجه، ما شني دابا ما شربناش الحليب ما نموتوش ما يبقى لنا والو الحمد لله. اي حاجه دابا من الزيت كاملين ما نشريوهاش، الحليب ما نشريوهاش، باش الشعبي يطيحوا له شويه، يطيحوا لنا نبقاو نديو شي حاجه رخيصه بعدا. الحمد لله شي مزيان، الحمد لله مصاب يكونوا كل شيء بحال هيدا، ضروري خصهم ينقصوا لنا من الاثمنه، داك الشيء غالي على الناس. انا بالنسبه لي المازوت ماشي مشكل، مهما عنده الحديده شحال ما بغاو يحسبوا عليه، المعيشه هي اللي مهم، المعيشه خاصها تكون طايحه شويه بزاف. الصراحه عندهم الحق، واصلا بالعكس كلشي زاد فيه عباد الله، كاش كتشكى من ليسانس ومازوت لحسب كلشي زادوا فيه، يعني فرق كبير ما بين اللي كان ودابا. فكاين فالمغرب تبارك الله يعني كاينه في لحم، ما عندهمش علاش اصلا يزيدوا، فلهذا حنا كلشي كيتشكوا. كنتمنوا صراحه يعملوا معنا هذا شي حل، يعني هذا الشيء كلشي غالي بزاف.